مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تداعيات القصف الأمريكي الذي استهدف مقر ميليشيا النجباء والذي قتل على أثره أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد وأصيب آخرون بينهم آمر ما يعرف باستخبارات الميليشيات، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. مساء الخير دكتور. حياكم الله. حياكم الله دكتور. هل يمكن القول أن قصف القوات الأمريكية لمقر ميليشيا النجباء تجاوز بالفعل اتفاقية الإطار التنسيقي؟ هل يمكن تبرئة الحكومة من مسؤوليتها أو معرفتها مسبقا بما سيجري؟ نعم، شكرا لكم. يعني كما معلوم أن العلاقة ما بين قوات الاحتلال أو كما تسمى قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق والحكومات العراقية منذ أن وقعت حكومة المالكي اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي علاقة غامضة. يعني تعلم أنه بعد أن احتلت داعش ثلث العراق كانت القوات الرسمية وغير الرسمية العراقية تتعاون مع القوات الدولية، ربما كما ذكرت سابقا أنه ربما على قاعدة عدو عدوي صديقي، لكن بعد أن أعلنت حكومة العبادي النصر على داعش بدأ الحديث عن يعني عدم رغبة التواجد الأجنبي في العراق، وربما برز هذا الأمر بشكل واضح بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في عام 2020 في بغداد، وبدأت كما تعلم أنه بدأت الضربات منذ ذلك الوقت ثم هدأت وعادت مرة ثانية بعد يعني أن يعني بدأت الحرب في غزة في 7 أكتوبر. نعم. وعليه هذا الغموض هو جزء يعني من الإشكالية. يفترض أن تكون العلاقة ما بين قوات الاحتلال والحكومة العراقية هي يعني علاقة واضحة. الولايات المتحدة تقول كما ذكرت السفيرة الأمريكية نحن ضيوف لدى حكومة بغداد، وحكومة بغداد تقول هنالك اتفاقية ما بين بغداد وواشنطن ببقاء هذه القوات. إذن من يريد أن يخرج هذه القوات عليه أن ينهي الاتفاقية، أما بوجود الاتفاقية والدعوة لإخراج القوات الدولية من العراق فهذا الأمر حقيقة فيه تناقض، لأن القضية الآن هي في ملعب الحكومة وفي ملعب مجلس النواب العراقي يمكن عبر تبليغ الجانب الأمريكي من الآن وبعد سنة تنتهي هذه الاتفاقية بموجب الاتفاق، لا يمكن أن تنتهي مباشرة وإنما تنتهي بعد عام من التبليغ برغبة أحد الطرفين بإنهاء الاتفاقية. وبالتالي أعتقد عدم تبليغ بغداد لواشنطن برغبتها بإنهاء الاتفاقية جزء من المشكلة، وإلا فالطرق الدبلوماسية سالكة مع واشنطن، وبالتالي على بغداد أن تذهب لتبليغ واشنطن أنها غير راغبة بتواجد القوات التحالف الدولي في بغداد. عمليا دكتور، هل يمكن لحكومة السوداني بالفعل إنهاء وجود التحالف الدولي رغم أن السوداني أكد في وقت سابق أنه لا مانع لديه من بقاء القوات الأمريكية في العراق بشكل طويل الأمد؟ القضية يعني هل يمكن أن تبقى الحالة العامة في العراق هادئة وساكنة ومسيطر عليها بدون قوات التحالف الدولي؟ نعم، هذه القضية يعني قضية لا يمكن الجواب عنها بسهولة. اليوم يعني قبل قليل هنالك مناوشات في البصرة يعني بين فصائل تابعة للحشد الشعبي، وبالتالي هنالك قوة يمكن أن تكون هي أقوى من الدولة بين هلالين ومنها جيش المهدي على سبيل المثال. لا أعتقد أنه أي قوة في العراق يمكن أن تقف بوجه جيش المهدي، وعليه أظن أن هذه الرغبة الحكومية هي لإبقاء أو استمرار العملية السياسية في العراق. لا يمكن بموجب الواقع الموجود لا يمكن أن تبقى العملية السياسية في العراق دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف الدولي. وبالتالي يعني لاحظنا أن الإطار التنسيقي
يعني غلس في أكثر من مناسبة عن تجاوزات دبلوماسية للسفيرة الأمريكية، لأنهم يعلمون جيدا أنها تمتلك القدرة على الرد العسكري وليس الدبلوماسي، وبالتالي أظن أن هذا الأمر يعني خارج قدرة الحكومة، وبالتالي الولايات المتحدة تملك القدرة العسكرية والعملية على تنفيذ أي تهديد ضد أي طرف يعني عراقي. وبالتالي كما تعلم جنابك بالأمس كانت ضربة ربما لأول مرة منذ عام 2020 تنفذ بهذا الشكل، ورأينا أن الطائرات المسيرة الأمريكية وأعلنوا عن ذلك صراحة، يعني لم يخفي الأمر، قالوا أننا ضربنا يعني شخصية كانت تهدد التواجد للقوات الدولية في العراق. وعليه أظن اليوم صار اللعب على المكشوف ما بين واشنطن وهذه القوات التي ضربت قبل قليل السفارة الأمريكية بأربع صواريخ، وضربت قاعدة حرير قبل قليل بطائرة مسيرة. أظن أن الهدف كما يعني معلوم هو إما لإحراج حكومة السوداني وهذا هو الراجح، أو تحدي واشنطن، وهذا الأمر ضعيف لأننا نعلم أن غالبية الضربات لم تصل لأهدافها، وبالتالي هي ضربات يمكن أن نسميها ضربات غير مثمرة ولا يمكن أن تقود إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق. من يريد أن يخرج القوات الأمريكية أو الدولية من العراق عليه أن يذهب إلى الطريق الدبلوماسي، وأظن هذا هو الطريق الذي يمكن لواشنطن أن تتقبله على الأقل في المرحلة. طيب هنا دكتور، يعني هنا الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يقول أن إدارة البيت الأبيض ممتنة للدعم المستمر الذي تتلقاه من حكومة السوداني، ويقول أن قوات الأمن في العراق تقدم المساعدة في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها وكلاء إيران هجماتهم ضد القوات الأمريكية. بالتالي هل تريد يعني السلطات الأمريكية إحراج السوداني أمام الميليشيات المنبثق منها حكومته؟ حتى تصريحات الحكومة السابقة يعني قبل أيام ما كانت واضحة، يعني حينما قالت نحن لا نقبل لأي طرف ب يعني الزعزعة أو الاعتداء على السيادة العراقية. وتعلم أنه هناك كلمة أي طرف هذه مطلقة، ربما يراد منها الجانب الأمريكي وربما يراد منها القوات التي تضرب القوات الأمريكية أو الدولية في العراق. إذن كلام الحكومة حتى الآن هو كلام غامض، يعني لم تقل هذه البيانات أن العراق يرفض الضربات الأمريكية بشكل واضح، وبالتالي حتى البيان الحكومي لم يكن بيانا واضحا، وبالتالي هو يحتمل كل الاحتمالات. هنا دكتور عبد الرحمن الجزائري مسؤول حشد الدفاع يقول أن فصائل المقاومة تعمل خارج إطار سلطة في بغداد وارتباطها بإيران والمجاميع المسؤولة عنها، كيف يمكن للسوداني أن يثق بميليشيات هو لا يسيطر عليها؟ يعني القائد العام للقوات المسلحة لا يعطي تعليمات ولا يعني تلتزم هذه الفصائل ولا تمتثل إلى تعليماته. هذا لا يمكن يعني القبول به بموجب يعني تصريحاتهم وبموجب أنهم يقولون أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية في العراق. هذه تصريحاتهم جميعا بما فيهم القائد العام للقوات المسلحة في العراق وكل قادة الفصائل في العراق يقولون نحن جزء من القوات المسلحة العراقية ونأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. وتعلم جنابك أن هذا الأمر مخالف للدستور العراقي، وهذا ليس موضوعنا لأنه يتشعب إلى جانب آخر، وبالتالي القول يعني هذا القول فيه حقيقة إحراج كبير لحكومة السوداني، وإن بقي هذا التناحر فأعتقد أنه نهاية حكومة السوداني باتت قريبة، وهذه الضربات ربما ستنهي السوداني قبل أن تنهي تواجد التحالف الدولي في العراق. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذه المداخلة.